عقب استقبالها الدفعة الأولى بمطار القاهرة، هالة زايد تقول أن لقاح فيروس كورونا سوف يقدم مجانا على جرعتين. مقتل 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك في تفجير سيارة ملغومة في شمال شرق سوريا. قادة الاتحاد الأوروبي يقررون في بروكسل فرض عقوبات على تصرفات تركيا العدوانية بشرق المتوسط. الثانية 10 ظهرا بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت غرينتش، موعد لنشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم معنا مذيعة الإشارة دكتورة هالة محفوظ. تفاصيل النشرة بعد الفاصل. أكدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد عقب استقبالها الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية بمطار القاهرة الدولي على أن هذا اللقاح سوف يقدم مجانا على جرعتين. المجان 100%، الفعالية حوالي 96%، اللقاح والفعالية 100%، لأن لو حد جاله كورونا بتيجي خفيفة جدا، لكن 100% من الحالات ليست متوسطة ولا حادة، فالفعالية 96% لمصر و 100% ضد الحالات الحادة أو الحالات المتوسطة. طبعا في أولوية الأطقم الطبية اللي في مستشفيات العزل والحميات والصدرية، أهالينا من مرضى الفشل الكلوي ومن الأمراض الأورام والأمراض المزمنة، كبار السن، دي أولويات عندنا إن شاء الله زينا زي العالم، وإن شاء الله هنبدأ، عملنا موقع للتسجيل والناس تسجل ونبدأ عندنا سلسلة تبريد لتخزين كل اللقاحات، وهنبدأ نشتغل إن شاء الله وهنعلن قريبا على الخطوات اللي احنا نفذناها على الأرض. خطوة جديدة على طريق النجاح في التجربة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بوصول أول شحنات لقاح فيروس كورونا من الإمارات سينوفارم الصيني، لتكون مصر أول دولة إفريقية يتم توفير لقاح المضاد للفيروس بها بعد ثبوت فعاليته لأكثر من 90% وحصول على التسجيل الطارئ من منظمة الأغذية والدواء الأمريكية. الحمد لله يكون عندنا كأول دولة أفريقية تعمل الأبحاث الإكلينيكية وأول دولة أفريقية تحصل على لقاح الكورونا، وإن شاء الله إحنا يعني الفترة الجاية بإذن الله مع بعض ومع تضافر الشعوب وخاصة الشعب الإماراتي الشقيق والشعب الصيني بإذن الله هنقدر جميعا نتجاوز هذه الأزمة. لقاح سينوفارم الصيني واحد من لقاحين صينيين يتم عمل التجارب الإكلينيكية لهما في مصر، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الدولة المصرية والصين وبمشاركة دولة الإمارات الشقيقة. نأمل أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا لإنجاح هذا التعاون الأخوي بين البلدين وإبراز حجم الود والحب الذي تكنه الإمارات قيادة وشعبا لأشقائها في مصر الحبيبة، متمنية من الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه. ما يحدث اليوم هو نتاج التقارب والتعاون بين زعيمي بلدي مصر والصين خلال السنوات الأخيرة، خصوصا خلال الموجة الأولى من جائحة كورونا ومعاناة الصين من تفشي هذا الوباء. فحينها بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تضامن إلى الرئيس الصيني، وتمت إضاءة الأهرامات بالعلم الصيني تضامنا معنا، وجاءت السيدة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى الصين في أوج الأزمة ومعها مستلزمات طبية ووقائية دعم للصين، ونحن لم ننسى هذا، واليوم
نحن هنا لنقدم اللقاح الصيني للشعب المصري الشقيق ردا للجميل وتدليلا على قوة الصداقة بين البلدين. وبوصول الدفعة الأولى من اللقاح الصيني يتم توزيعه للفئات الأكثر احتياجا كالعاملين في القطاع الصحي خط الدفاع الأول بمستشفيات العدل وأصحاب الأمراض المزمنة. أكثر الفئات اللي هتتم تلقيها لهذه اللقاحات هي الفئات الأكثر عرضة اللي هي الأطقم الطبية، والفئات الأكثر تضررا من فيروس الكورونا اللي هي الفئات اللي عندها أمراض مزمنة زي الفشل الكلوي، زي الأورام، زي الأمراض المزمنة، أو كمان كبار السن. دي أول دفعة، بس إن شاء الله سيتم استقبال دفعات متتالية بإذن الله، بالإضافة إلى العقد اللي احنا مضيناه مع التحالف الدولي للقاحات للحصول على مزيد من هذه اللقاحات. وصول أول شحنة من العقار الصيني من دولة الإمارات الشقيق يؤكد مجددا نجاح الدولة المصرية في تجربتها لمواجهة فيروس كورونا، وأننا قادرون بالفعل على مكافحة المرض ومواجهته. محمد حلمي، النيل. اقتربت الولايات المتحدة من الترخيص للقاح ضد كوفيد-19 في الأيام القليلة المقبلة بعد أن أوصت وكالة الغذاء والدواء الأمريكية بالترخيص للقاح طورته شركة فايزر الأمريكية بايونيتك الألمانية. من المقرر أن تبدأ حملة التلقيح الأسبوع المقبل عقب إعلان لجنة الخبراء التي شكلتها الوكالة النتائج الكاملة للتجارب السريرية للقاح التي أظهرت فعالية بنسبة 95%، وعقب صادقة نهائية عليه سيتم توزيع اللقاح بواسطة مؤسسات خاصة في مهمة تنسقها الحكومة الفيدرالية. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة وحلفائها باستغلال جائحة كورونا وبوضع مصالحهم قبل المصالح الإنسانية العالمية حسب تعبيره. كما اعتبر لافروف أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على بلاده أو التهديدات بإقرار عقوبات جديدة غير منطقية وغير مقضية، مؤكدا على حاجة الدول الغربية لبلاده تماما مثل حاجة روسيا لهم. وصلت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم إلى ما يقرب من 71 مليون إصابة، ما يقرب من 1,600,000 حالة وفاة جراء المرض. وتخطت حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة الأمريكية عتبة 16 مليون إصابة، بينما اقترب عدد الوفيات من 300,000 حالة وفاة. لا تزال جائحة كورونا مستمرة في العالم، حيث وصلت حصيلة الإصابات إلى ما يقرب من 71 مليون حالة، بينما اقتربت حصيلة الوفيات من 1,600,000 حالة. الولايات المتحدة صاحبة المركز الأول في حصيلة الإصابات والوفيات بكورونا أعلنت أنها تخطت عتبة 16 مليون إصابة، بينما اقترب عدد الوفيات من 300,000 حالة وفاة جراء المرض. أما في البرازيل، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ما يقرب من 300,400 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية و770 وفاة، وبذلك يصل عدد الإصابات بها إلى ما يقرب من 6,800,000 حالة، بينما يصل عدد الوفيات إلى ما يقرب من 180,000 حالة. بيانات وزارة الصحة الهندية أظهرت أن البلاد سجلت ما يقرب من 30,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا و414 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى ما يقرب من 9,800,000 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى ما يقرب من 142,500 وفاة، وظل عدد الإصابات اليومية دون حاجز 50,000 على الرغم من موسم الأعياد الذي شهد ازدحاماً في الأسواق والشوارع. روسيا سجلت 28,000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات 24 الأخيرة و562 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 2,500,000 إصابة وما يقرب من 45,500 وفاة.
اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت عدم تسجيل أي وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة جديدة منها 6 بعدوى محلية، مما رفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 86,688 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4,634 شخصا. للمزيد من المتابعين ينضم إلينا عبر الهاتف من روما الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. دكتور فؤاد بعد التحية، مع تزايد الإصابات حول العالم والموجة الثانية لكوفيد 19، كيف يمكن اللقاحات الجديدة التي تم البدء في استخدامها أن تساعد في تقليل عدد الإصابات؟ وهل هناك مدة محددة للتعرف على نتائج تلك اللقاحات أو الأضرار التي ممكن تنتج عن هذه اللقاحات؟ الفيروس او انتشار الفيروس. هذا من الاسئله اللي سالناها اول ايام بدايه موجه اللقاح، لانه اللقاح يشير انه يقاوم وقايه الشخص نفسه، يدافع عن الشخص نفسه، بس في شيء ولا بحث طبي يشير انه اللقاح سوف يقاوم انتشار الفيروس. في نفس الوقت اليوم بدينا من ايام في موجات اللقاحات في اوروبا، سوف تبدا في الاسابيع القادمه وشهر واحد حسب رايي. قبل شهر ثلاثه لا نستطيع ان نتكلم عن فعاليه اللقاح، لازم ننتظر على اقل شيء 3 أسابيع أو 4 أسابيع بالنسبه للاعراض الجانبيه التي تظهر فورا، مثل ما ظهر على مصابين اثنين معهم حساسية. عشان هيك ننصح كثير من الأشخاص اللي عندهم حساسية للأدوية انهم ما يخصوش اللقاح. نعم، بنشكرك دكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. في القاهرة قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال مشاركته في احتفالية هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد إن مصر تسعى لتثبيت دعائم رؤيتها في مكافحة الفساد انطلاقا من إرادة سياسية داعمة. وقد أولت مصر اهتماما كبيرا بالعمل الدولي في إطار الاتفاقيات الأممية والاتفاقيات الإقليمية الأخرى، وتسعى لتثبيت دعائم رؤيتها للتعامل مع الفساد. وتنطلق مصر في هذا المنحى من إرادة سياسية داعمة لمجابهة الفساد باعتباره العنصر المؤثر في تحقيق العدالة والتنمية وأهداف التنمية المستدامة 2030 لدعم حقوق الإنسان، والتي تسير مصر على خطى تحقيقها بعزم ويقين. من جانبه قال اللواء أركان حرب حسن عبد الشافي رئيس هيئة الرقابة الإدارية إن مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاحتفال بهذا اليوم تحت شعار متحدون على مكافحة الفساد، بهدف رفع الوعي بمشكلة الفساد. وقد كانت مصر من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيمانا منها بأن الفساد لم يعد شأنا محليا بل هو ظاهرة عالمية يؤدي إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة. في السياق المتصل قالت الدكتورة غادة والي وكيل أمين عام الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات إن الفساد يعرقل جهود التنمية.
ومما لا شك فيه أن الفساد يخلق حالة من الفقر وعدم الاستقرار وانعدام الأمان، ويؤدي إلى انتشار الجرائم بكافة أشكالها، حيث نجد أن تلك الأموال التي من المفترض أن تخصص من أجل الاستثمار في البشر وفي بناء المدارس والمستشفيات وتشييد الطرق يتم نهبها في أحيان كثيرة، بما يعيق مسيرة التنمية ويعمق فجوة عدم المساواة، تاركا كثيرا من المجتمعات بلا أمل. وهنا يخلق الفساد لدى الشباب حالة من الإحباط وفقدان الأمل، تجعلهم أكثر عرضة للتأثر بالخطابات الداعية إلى الانخراط في الأعمال الإرهابية والإجرامية، ولا سيما أن الفساد أحيانا وفي ظل ضعف سيادة القانون ومحدودية قدرات أجهزة إنفاذ القانون في بعض الدول يساهم في تمكين المجرمين والإرهابيين من العمل عبر الحدود من أجل غسل العائدات المنهوبة وتمويل أعمال الإرهاب. من جانبه قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الدولة المصرية اتخذت الكثير من الإجراءات الهادفة لمكافحة الفساد، فإن نجاح الدولة في التقدم 12 مركزا على مؤشر مدركات الفساد في تقرير منظمة الشفافية العالمية في عام 2018 يوضح بدوره أن جهود الدولة في مكافحة الفساد لا تضيع هباء، وسوف تعززها سلسلة الإجراءات والتدابير التي استخدمتها الدولة لتعزيز الحوكمة مثل الرقمنة والفواتير الإلكترونية وغيرها من الإجراءات المماثلة، وهو استنتاج لا يقوم على التفاؤل فحسب، ولكن تعززه معلومات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التي أفصحت عن تراجع الفقر لأول مرة منذ 30 عام. تحت عنوان متحدون على مكافحة الفساد، عقدت محافظة القاهرة مؤتمرا ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وممثلين عن مكتب هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة. متحدون للقضاء على الفساد، مصر أقوى من الفساد. بهذه الكلمات بدأت أعمال المؤتمر الذي نظمته محافظة القاهرة احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد بحضور مفتي الديار المصرية وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية ورئيس المجلس القومي للمرأة وعدد من التنفيذيين والمختصين. إن الفساد ظاهرة تعاني منها المجتمعات الإنسانية على اختلاف توجهاتها ومكوناتها وثقافاتها، فهو آفة عالمية لم يسلم منها مجتمع ولا تخلو منها دولة، ويصاحبه آثار ونتائج ضارة وكارثية على المجتمعات والأفراد. الفساد مش معناه الرشوة بس، ده انعدام الضمير وضاعة الوقت في العمل والإهمال في العمل وتعطيل مصالح الناس في العمل والطوابير اللي بتبقى موجودة، ده كله نوع من الفساد، وضرر يكون أشد جسامة في وقت الأزمات كما في الوقت الحالي الذي يكابد فيه العالم جائحة كوفيد 19. تعد مصر من أوائل الدول المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد، حيث تتضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالدولة، ويلعب المجلس القومي للمرأة دورا في مكافحة الفساد من خلال إعداد دورات تدريبية لدعم دور المرأة في مكافحة الفساد. يعد الفساد أحد أكبر المعوقات أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتبط مكافحته ارتباطاً طردياً مع التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي ونهضة المجتمع بشكل عام. ولقد دعا الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة إلى تكثيف العمل على تقليل في معدل الفساد كجزء أساسي من الجهود الرامية إلى بناء مجتمعات سليمة وشاملة. دور محوري تلعبه هيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للقضاء على الفساد من خلال نشر التوعية والثقافة والدورات التدريبية بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة. الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة يعملان على تقويض وتدمير التنمية وانهيار اقتصادات الدول، فتحية اعزاز وتقدير لرجال هيئة الرقابة الإدارية الذين يحافظون على مقدرات الوطن وحماية اقتصاده من الانهيار. من داخل محافظة القاهرة، عبد الحميد صقر، النيل.
في القاهرة أكد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للأعلام خلال مشاركته باحتفالية مؤسسة الأهرام في إطار مبادرة مصر أولا لا للتعصب أن القائمين بتغطية الفعاليات الرياضية ملتزمون بتجنب كافة أشكال التعصب. مع قرب انطلاق الدوري العام لكرة القدم في موسمه الجديد، عقدت احتفالية كبرى أمام وداخل مؤسسة الأهرام في إطار مبادرة مصر أولاً لا للتعصب، والتي تعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي من شأنها دعم خطط التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة. حماية مؤسساتنا ده موجود، ولما بنحل موضوع معين احنا رايحين للدولة المصرية ومش هنضر اي مؤسسة في صالح الدولة المصرية، في صالح الجهد الكبير اللي بيتعمل، واكيد هنبذل كل جهد. وبنقول احنا مفيش تعصب، الوسط الرياضي لازم يرجع زي زمان بالشكل الجيد، وده دورنا كلنا مع بعض. محدش بيلغي الروح لكل فريق من الفرق او الاشخاص اللي انت تشجع، محدش قال لك ما تعملش ده، بالعكس اعمل كل حدودك في حدود حريتك، لكن ما تدخلش على حريات الآخرين. وده تملي التوجيه أو الوعي اللي نفسنا كل الأجيال، سواء الأجيال اللي طالعة جديد أو الأجيال اللي موجودة أو اللي في سننا حتى، احنا كلنا كنا بنشجع، لكن عمرنا ما شفنا في حالات اللي تبقى فيها تنمر وفيها تعصب بتوصل لحدود الإرهاب. الحضور في الاحتفالية أكدوا أن هذه المبادرة بفعالياتها المختلفة تعمل على نبذ التعصب والانحياز وبداية مرحلة جديدة قوامها التعاون. أنا متأكد أن في الآخر هنقدر نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، لأن ده كلما زاد الوعي كلما قل التعصب وقل الجهل. شجع كما تشاء، شجع الأهلي، شجع الزمالك، شجع الإسماعيلي، ولكن التزم بحدود الأخلاق الرياضية، التزم بحدود النقد النظيف، التزم بأنك لا تهين الجمهور الفريق الآخر ولا تنشر الكراهية. دي الرسالة اللي أنا بقولها. هذا وقد أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق طفرة فريدة من نوعها داخل القطاع الرياضي المصري. شعب عشق الرياضة منذ نعومة أظافره، تستعد مؤسسات دولته لبداية موسم كروي جديد آملة في أن يتخلص مشجع الفرق الرياضية من أي مشاحنات فيما بينهم، وأن يتحلوا بشعار مصر أولا لا للتعصب بكافة أشكاله وألوانه. عمرو عبد العزيز، النيل. لقي 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك مصرعهم في تفجير سيارة ملغومة ببلدة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في شمال شرق سوريا. كانت تركيا التي تدعم جماعات معارضة سورية مناهضة للرئيس السوري بشار الأسد سيطرت على بلدة رأس العين العام الماضي في هجوم شنته لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب عن حدودها. ناقش الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية عقب لقائه في لندن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سبل تعزيز العلاقات البريطانية الإماراتية المشتركة في مختلف المجالات. وقالت تقارير صحفية إن الجانبين استعرضا أيضا خلال اللقاء العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبريطانيا. في العاصمة البلجيكية بروكسل قرر قادة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تصرفات تركيا غير القانونية والعدوانية بمنطقة شرق المتوسط ضد أثينا ونيكوسيا. وقال تقارير صحفية أن الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها.
على خلفية تعدياتها غير القانونية والعدوانية في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا، قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل فرض عقوبات على تركيا. وبحسب قمة الدول 27 في بروكسل سيتم في الأسابيع المقبلة وضع لائحة بالأسماء التي ستطالها العقوبات وستعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، وستدرج الأسماء على لائحة السوداء التي كانت قد وضعت في نوفمبر 2019 لفرض عقوبات على تركيا على خلفية أنشطة التنقيب التي تجريها في مياه قبرص. الرئيس التركي صرح بأن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرق المتوسط ليست مصدر قلق كبير لبلاده، واتهم الاتحاد بأنه لم يكن نزيها مع بلاده ولم يفي بوعوده. وكان الاتحاد الأوروبي قد تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها. وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس إحدى سفنها لإجراء عمليات استكشاف في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص، وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر الماضي عودة السفينة، إلى أن الاتحاد الأوروبي أدان استمرار الأعمال الأحادية والخطاب العدائي من جانب تركيا. قال مايك بينس نائب الرئيس الأمريكي إن فوز الجمهوريين بمقعدي الشيوخ في انتخابات ولاية جورجيا يحافظ على إنجازات الرئيس ترامب. أنتم تعلمون أنا هنا في ولاية جورجيا بتوجيه من الرئيس ترامب، لأننا في حاجة ماسة لإرسال هذين النائبين العظماء مجددا إلى العاصمة واشنطن من أجل ثلاثة أسباب، وهما: أولا لأنهما ساسة عظماء، ثانيا لما حققناه سويا في الفترة الماضية، وثالثا لأن الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ستكون هي خط الدفاع الأكبر للحفاظ على ما حققناه في الفترة الماضية للدفاع عن الأمة. حلقت قاذفتان أمريكيتان من طراز B-52 فوق منطقة الخليج في استعراض للقوة موجهة ضد خصوم الولايات المتحدة ولا سيما إيران. كانت تقارير صحفية ذكرت أن واشنطن تتوقع أسابيع صعبة قبل انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة في البيت الأبيض مع انتهاك الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب استراتيجية الضغوط القصوى على إيران. أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت غارتين جويتين استهدفتا خبراء متفجرات في حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في الصومال. وقال قائد القيادة الأمريكية لأفريقيا أفريقام أن التقييم الأولي يشير إلى أن الضربة قتلت إرهابيين معروفين بضلوعهم في إنتاج المتفجرات لحركة الشباب، متعهدا بمواصلة ممارسة الضغط على الحركة. جاء ذلك قبل انسحاب غالبية القوات الأمريكية المنتشرة على الأرض التي تقوم بتدريب عناصر الجيش الصومالي بحلول 2021 تنفيذا للقرار الرئيس دونالد ترامب. أعلن البنتاغون أن عدد قوات حلف الناتو في أفغانستان سيزداد بعد تقليص عدد القوات الأمريكية في البلاد إلى 2500 عسكري. وأكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية سنت كوم كينيث ماكنزي إمكانية مواصلة ما سماه عمليات محاربة الإرهاب في حال الضرورة، إضافة إلى تدريب القوات الأفغانية على الرغم من انسحاب جزء من القوات الأمريكية. كما شدد الجنرال ماكنزي على ضرورة إحراز تقدم في عملية التسوية السلمية في أفغانستان، مشيرا إلى أن حركة طالبان لا تهاجم القوات الأمريكية أو الغربية لكنها تستمر بمهاجمة القوات الحكومية الأفغانية. نشاطنا مشاهدينا مستمرة وفيها بعد الفاصل: الولايات المتحدة تطلق بنجاح قمرا صناعيا لأغراض استخباراتية.
ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أهم الأخبار الاقتصادية ومصطفى ميزار. شكرا زميلتي شروت حمدي، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة من أخبار المال والأعمال في بانوراما 18 ظهرا من القاهرة. وإلى التفاصيل، وزير الإسكان يستعرض مع نظيرة العراقية تجربة مصر في مجال الإسكان، ويؤكد استعداد القاهرة لنقل تجربتها إلى بغداد. أكد وزير الإسكان عاصم الجزار خلال لقائه مع نظيرته العراقية نازنين محمد استعداد مصر لنقل خبراتها في مشروعات الإسكان وإنشاء المدن الجديدة لبغداد. وخلال اللقاء استعرض الجزار التجربة المصرية في مشروعات الإسكان، وقد أشار في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ 1.3 مليون وحدة سكنية منذ عام 2014، وتخصيص أكثر من 150 ألف قطعة أرض للمواطنين. كما أشار الجزار إلى البدء في تنفيذ 15 مدينة جديدة ورفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالقرى المصرية من 12% في عام 2014 إلى 37.5% في الوقت الحالي. من جانبها أشادت الوزيرة العراقية بالتجربة المصرية في مجال الإسكان. بحث رئيس هيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب مع نظيرته العراقية سهى النجار سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وأكد عبد الوهاب استعداد الهيئة لتدريب عدد من الكوادر العراقية على الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار. من جانبها أشادت النجار بالتجربة المصرية وما حققته من نجاحات في الحفاظ على المشروعات القائمة في ظل جائحة كورونا والعمل على جديد والمزيد من الاستثمارات المباشرة. وجه وزير المالية محمد معيد بتشكيل لجان مشتركة دائمة بين الاتحاد العام للغرف التجارية ومصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية لإنهاء أي مشاكل لمجتمع الأعمال تتعلق بالضريبة على الدخل والقيمة المضافة. وقال الوزير خلال حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية، قال إن مصر تمضي بقوة على طريق التحول الرقمي لتحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والجمركية بما يسهم في تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة. أوضح الوزير أنه سيتم اعتبارا من إبريل القادم تطبيق نظام المعلومات المسبق، حيث يكون إجباريا في الأول من يوليو القادم، بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتقليص زمن الإفراج الجمركي لخفض أسعار السلع والخدمات. أعلن وزير النقل كامل الوزير وصول خامس قطار مترو أنفاق مكيف جديد إلى ميناء الأسكندرية قادما من كوريا الجنوبية ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا وعقد صيانة للقطارات لمدة 8 سنوات. أشار الوزير إلى أن تكلفة الصفقة تصل إلى 317 مليون يورو بالإضافة إلى 640 مليون جنيه مصري، موضحا أن العقد يتضمن تجميع 10 قطارات من إجمالي 32 في مصر من خلال الدعم الفني من كوريا الجنوبية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن تعزيز الروابط الاستثمارية بين دول المنطقة العربية والإفريقية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق خطط التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة لشعوب الأمتين العربية والإفريقية. جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التوصيات الصادرة عن مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي المشترك والذي نظمه اتحاد المستثمرات العرب. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. بنظرة ثاقبة تولي القيادة السياسية اهتماما بالقارة الإفريقية على كافة المستويات، وهو ما بدا في دعم اتحادي المستثمرات العرب لاهتمام الدولة المصرية بالقارة الإفريقية، حيث قام الاتحاد بتوطيد التعاون المشترك مع دول المنطقة الإفريقية وتفعيل آليات عمل الكتل الاقتصادية للمرأة العربية. يجب علينا تدعيم الشراكة الاستراتيجية في مجالات الانتاج والمشروعات المشتركة، تنشيط حركة التبادل التجاري والتوسع في إقامة المعارض المشتركة ما بين الجانبين. وانا على هامش هذا، احنا هذا العام لما تم إقامة معرض تراثنا جهاز تنمية المشروعات
أقام معرض تراثنا في أكتوبر، كنا حريصين على استضافة دولة السودان كضيف شرف معنا. يهدف الاتحاد إلى التعاون على مستوى مؤسسات منظمات المدنية والقطاع الخاص المعنية بتمكين المرأة اجتماعيا. دايما تبعيننا على أفريقيا، أفريقيا احنا سبناها الفترة ليست بالقليلة، ودي كانت برضو يعني خطأ كبير. أعتقد أن هذه العودة الحميدة من خلال الاتحاد من سلبة العرب، من خلال المشروعات، من خلال تبادل خبرات، من خلال تبادل يعني أنشطة، أعتقد ده هيكون له نتائج جميلة جدا. كما يقوم اتحاد المستثمرات العرب بعمل حلقة وصل بين متطلبات التنمية الإفريقية وتنفيذ مشروعات عملاقة. احنا محتاجين حاجتين، اولا ثقافة العمل، الجودة في الانتاج، ثم فتح الاسواق الافريقية لان هم الهدف الحقيقي. النهاردة لو فكرنا ان احنا نرفع صادراتنا مفيش حل غير افريقيا، والحمد لله نولنا شرف حضور طبعا وفد كبير جدا من الكونغو برئاسة حرم الرئيس، وفد كبير جدا من نيجيريا، وان شاء الله احنا طالعين نيجيريا يوم 20 في لقاءات هامة هتتم هناك، وباذن الله ربنا يوفقنا، لان فعلا التصدير هو اللي نقدر نقول هندخل عملة هنقدر نثبت للعالم كله قيادة وريادة مصر في قطاع الصناعة. وتشمل توصيات مؤتمر الاستثمار العربي الإفريقي تعزيز التجارة البينية وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي بين اتحاد المستثمرات العرب ودول القارة الإفريقية، وإقامة المعارض والمؤتمرات وزيادة الصادرات. ولاء الحديني، النيل. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة في أخبار المالية والأعمال. عودة مجددا لشيروت حمدي للمتابعة في أخبارنا السياسية. شكرا مصطفى ميزار، ونواصل مشاهدينا تقديم أخبارنا السياسية. اتهم القضاء في هونغ كونغ ناشط ورجل الأعمال الإعلامي جيمي لاي بالتواطؤ مع قوى أجنبية باسم قانون الأمن القومي. أوضحت الشرطة في بيان أنه في نهاية تحقيق شامل أجرته أجهزتها المسؤولة عن الأمن القومي، اتهم لاي البالغ من العمر 73 عاما بالتواطؤ مع عناصر خارجية من أجل تعريض الأمن القومي للخطر. من المقرر أن يمثل جيمي لاي أمام المحكمة العليا الثلاثاء لتقديم طلب للإفراج عنه بكفالة. أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية قمرا صناعيا من إحدى القواعد العسكرية في ولاية فلوريدا من أجل مهمة استخباراتية. القمر الصناعي تابع لإدارة الاستخبارات العسكرية الأمريكية ويهدف لجمع المعلومات. كان من المقرر إقلاع هذه المهمة في 26 من أغسطس الماضي، لكن تم تأجيلها لأسباب تقنية. نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان الإبداع النسوي ضد العنف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. تضمنت الندوة التي شارك فيها فنانون ومثقفون أربع جلسات مختلفة شملت محاور عدة، من أهمها دور الفن في مواجهة العنف والتطرف. نظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة تحت عنوان الإبداع النسوي ضد العنف، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان. الهدف هو مناهضة كافة أشكال العنف المختلفة، الارتقاء بالإبداع النسوي، ويعني توجيه رسائل للمبدعات للحماس والدفاع عن قضايا العنف ضد المرأة. الهدف الثالث هو تسليط الضوء على المبدعات المصريات المهتمات بقضايا العنف ضد المرأة. تضمنت الندوة التي شارك فيها فنانون ومثقفون أربع جلسات مختلفة شملت محاور عدة، من أهمها دور الفن في مواجهة العنف والتطرف. إزاي نقضي على كل أشكال الجهل بالثقافة، بالفن، بالدراما، بالإعلام كوسيط لنقل كل أشكال الثقافة والفنون. إذا كنا بنتكلم عن مشاكل كتير بتمر بها المرأة المصرية، منها قضية العنف ضد المرأة، قضايا الختان، الزواج المبكر، قضايا المرأة المعيلة، الغارمات، إنها تتبوأ المناصب القيادية، كل ده مرتبط بشيء مهم قوي، وده اللي أنا ركزت عليه في كلامي، مرتبط بأننا
أزود أو كيف أرفع مستوى الوعي. الفن هو ثقافة وحضارة وبيبقى ضد العنف وضد الجهل. الفن بيرتقي بالشعوب، فإحنا لما بنوجه الولاد في أي مجال للفن فبنرتقي بالرأي والفكر والثقافة، بيتحضر فبينبز بقى العنف وبينبز الفكر المتطرف وكل الأفكار السلبية والطاقات السلبية، بالعكس بياخد طاقة إيجابية من خلال الفن. كما أكد الحاضرون على ضرورة تفعيل المواثيق الدولية ضد عنف المرأة وتقديم كافة أشكال الدعم النفسي والمعنوي والوقوف ضد العنف الأسري. محمد الخطيب، النيل. مشاهدينا الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الفيلم البريطاني ليمبو يفوز بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. فاز الفيلم البريطاني ليمبو للمخرج بان شاروك وبطولة أمير المصري بجائزة الهرم الذهبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42. سبعة أفلام في سبعة أيام من سبع دول نالوا جوائز مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 42، والتي شهدت عرض أكثر من 90 فيلما من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى. الفيلم البريطاني ليمبو للمخرج بن شاروك وبطولة أمير المصري فاز بجائزة الهرم الذهبي للمهرجان، كما حصل الفيلم على جائزة الاتحاد الدولي للنقاد فير باسي، إضافة لجائزة أفضل إسهام فني بالمسابقة الدولية. وفاز فيلم على طول البحر بجائزة أفضل فيلم يعالج قضايا الإتجار بالبشر وقدرها 50,000 جنيه، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وفاز فيلم مؤتمر إخراج إيفان أي بجائزة الهرم الفضي جائزة لجنة التحكيم الخاصة، والتي تمنح لأحسن مخرج، وتدور أحداث الفيلم حول حادث إرهابي مؤلم داخل أحد مسارح موسكو. تقرر إحدى الناجيات من الحادث إقامة مؤتمرا تذكاريا داخل نفس المسرح، وتدعو ناجين للحضور واستعادة ذكرياتهم. وذهب جائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة السينمائية الدولية إلى فيلمي غزة منامور ونحن من هناك، وفاز الممثل جوليان فيرجوف بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم دروس اللغة الألمانية إخراج بافل جي. تدور أحداث الفيلم حول نيكولا الذي يعمل سائقا في بلغاريا، لكنه يقرر الانتقال إلى ألمانيا ليبدأ بداية جديدة يتخلص فيها من ماضيه السيء. وفاز فيلم تحت السماوات والأرض بجائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتدور أحداث الفيلم حول شاب عمره 32 عاما يحاول كسر رقم القياسي في الغوص العميق رغم الحالة الأمنية غير المستقرة بسبب سلسلة من تفجيرات السيارات المفخخة في العاصمة اللبنانية بيروت، ولكنه يقرر أن يدير ظهره إلى كل هذه الأحداث المزعجة. وفاز الفيلم الصيني الأفضل لم يأتي بعد بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، وتدور أحداثه في الصين عام 2003. وفازت الفنانة إلهام شاهين بجائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم المصري حضرة جوال إخراج أمير رمسيس، وذلك بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا بطلة الفيلم الروسي مؤتمر. القديرة ساحرة الأداء الممثلة المصرية العظيمة إلهام شاهين. وختاما لنشرتنا هذا تذكير بأهم العناوين. عقب استقبالها الدفعة الأولى بمطار القاهرة، دكتورة هالة زايد تقول أن لقاح فيروس كورونا سوف يقدم مجانا على جرعتين. مقتل 16 شخصا بينهم 3 جنود أتراك في تفجير سيارة ملغومة في شمال شرق سوريا. قادة الاتحاد الأوروبي يقررون في بروكسل فرض عقوبات على تصرفات تركيا العدوانية بشرق المتوسط.
وصلنا مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية المفصلة، كانت معنا مذيعة الإشارة دكتورة هالة محفوظ، إلى اللقاء.